وللحديث عن زيارة كبار القادة الأمنيين لمحافظة نينوى لبحث ملف استهداف الأبراج، معنا مراسلنا محمد سالم. أهلا بك محمد. يعني اليوم كبار المسؤولين الأمنيين في نينوى لوقف مسلسل استهداف أبراج الطاقة، هل تعرفت على مخرجات هذا الاجتماع، نتائج هذا الاجتماع؟ هل هناك حديث ربما عن بدء خطة لحماية الطاقة والبنى التحتية فعلا؟ نعم، شكرا فاطمة. فاطمة، الزيارة جاءت كما يعلم الجميع للوقوف على أسباب زيادة عمليات استهداف الأبراج. اليوم الوفد الأمني بحث خطط عديدة لحماية هذه الأبراج وخطوط النقل، منها نشر قوات على طول خطوط النقل أو نصب كاميرات وكذلك مراقبتها بالطائرات المسيرة. محافظة نينوى أو المنطقة الشمالية عموما يعني خلال الفترة الأخيرة حسب معلومات حصلنا عليها وصل أعداد الأبراج المستهدفة إلى نحو 70 برج، كانت آخر 10 منها في هذا الأسبوع أو الأسبوع المنصرم. هذه الاستهدافات لم تشهد نينوى مثيلا لها في وقت سابق، فعلا زادت الاستهدافات. يعني حتى ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى قبل أسبوع يعني وصلت ما بين 15 إلى 18 ساعة باليوم، اليوم مستوى التجهيز في محافظة نينوى لا يتجاوز 11 ساعة، والطاقة التي يعني الطاقة الكهربائية الموجودة داخل نينوى لا تتجاوز 900 ميجا واط. هذا الانخفاض يعني أثر كثيرا على يعني الأوضاع في محافظة نينوى، وأيضا الاستهداف يعني عزل مناطق كثيرة عن بعضها أو عن خطوط الطاقة. يعني هنالك مناطق اليوم ربما يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام بلا كهرباء، وبالتالي يعني الوفد جاء للوقوف على هذه الأسباب ومعالجتها والحيلولة دون استمرارها على الأقل إلى أن تنتهي أزمة الصيف أو أزمة يعني ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. نعم نعم، إذن مراسلنا محمد سالم من نينوى، شكرا جزيلا لوجودك معنا.